إشراك القطاع الخاص والدعوة لإدماجه في تمويل الاقتصاد الوطني وتطويره هو محور الملتقى الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تقديم قيمة مضافة لعجلة التنمية الاقتصادية. الهدف اللي نتوخاه اليوم هو راح نقوله بطريقة صريحة جدا ادخار القطاع الخاص وليس العائلات، القطاع الخاص نقصد به المؤسسات، القطاع الخاص إلى أين يذهب؟ عندهم شهية كبيرة نحو الاستدانة لدى البنوك، القرض البنكي. احنا ندفع، رانا الإشكالية اللي ندرسوا فيها تدفع إلى استخدام ادخار القطاع الخاص لغرض تمويل مختلف الاستثمارات. الجلسة 9 للقاءات التشاورية للمجلس عرفت عدة تدخلات ونقاشات صبت في مجملها حول التفكير في خارطة طريق لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من أجل التمويل الاقتصادي ومواجهة كل التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي. ما فيش شعور فرق ما بين ما هو مالك، من هو مالك رأس المال، ولكن المسألة اليوم هو كيف حقيقة تجند كل القوى اليوم يد في يد، كيف نعمل يد في يد للنهوض والمساهمة في إنجاح نموذج اقتصادي جديد. عندنا سبور فافوري سي الكريدي ريفوكابلي كونفيرمي، لا عندنا دي حنا يجيو دي انفراستركتور دي غروند سوسيتي تورك ولا بور انفستير نعطيو لهم يا دي مارشي دو تري غرون مارشي دون لي انفراستركتور مي فو سافي كون اوروب فيف دون لي بيي فوازان يا دي سيستيم دو بيوتي بيلت اوبير ترانسي دي سيستيم دو كونسيبسيون هما يجيبوا الاموال تاعهم باش يمولونا خلاص هذيك تاع لي بانك بوبليك يفو كيل فينانس ولا دونك يفو كري اوسي ان مارشي فينانسيي. مرافقة القطاع الخاص للمؤسسات العمومية يدخل في استراتيجية الدولة التي تسعى لوضع جسر مشترك بين القطاعين خلال عملية تحول الاقتصاد الوطني وفق آليات التمويل الحديث.